عندي ولدي هو اللي كان يخدم عليا، هو اللي خلص عليا الكريه، هو اللي كل شيء دير. من دفع فايت من هاد البنكه ودفعوا به الشيكان، درك ما عندي لا باش نديله ولا باش نخلص عليه. راه يقول لي اما خلصي عليا ويظل يبكي، انا ما عنديش باش نخلص عليه. عندي رحمه ربي، ما عندي والو، ما عندي اللي يعاونني، ما عندي لا الحباب اللي يعاونوني، ما حتى شي حاجه والو. انا هربت لكم ولله، وباه اللي كان شويه يمشي لنا للطيور. درك برك نهار قطعوا له عام ونص، طلعت له هاد لاطاسيون وطلع له السكر، ودرك قاعد في ليكوش. وما رانيش نقول لكم هاكو قدامي، راكو تشوفوا ها هو قدامكم وتشوفوه. انا بغيت اللي يعاونني في ولدي ويعاونني في الراجل. ما عندي لا دار، ما عندي لا ورث، ما عندي لا بلاد، ما عندي حتى حاجه. عندي رحمه ربي. شكون واكن كان يخدم علينا، وكان هو اللي داوينا، هو اللي دار لي العمليه لسوسور الظهر، هو اللي ما وصلني حتى لحاجه. كي كبرته هو اللي بقى يخدم عليا. وا ما عندوش الولاد، عنده يا المراه، مجوج 4 سنين وهو مجوج وما عندوش الولاد. صافي كان خدام بكري باركين، كان بكري يغسل المواعين، كان بكري خدام عند واحد في سوق الفلاح. هذا باش وصل للواطا عيا ما يخدم، يا ما يخدم عند الناس. خدم في باركين، خدم عند يغسل، من كان صغير كان يغسل المواعين، خدم في الحوت، يغسل الناس الحوت في السوق، يخدم في السوق، يخدم في كل شيء. من شاف والو من الباركين بلا من هذا وراوه الناس هذا الوضع. وانا حكيت له، قلت له ولدي احنا ما عندنا لا دار، ما عندنا لا حانوت، ما عندنا شي حاجه، ما ديرش هذا الوطا. قال لك لا ما بغي هذا المشروع، بغيت نديراه باش ندير لك الدار، باش نحجك، باش نخدم عليك. ودرك هذا ما صرالي، هذا اللي كتب عليه. ودرك راه يبكي في الحبس يقول لك اما خلصي ليا، اما صيفطي لي، اما انا وانا ما عنديش، مين غادي نجيب؟ ما عندي مين نجيب اسيدي. ومين جات هذه كورونا دفع فايت، مين جات هذه كورونا خمنوا له لوطو، وجوج الوطا قلبوهم له، وجوج الوطا قلبوهم له، وما عرفوا شي كاع، وراهم كاينين، راهم معروفين، وما عطاوه والو. كرهم لهم، ضحكوا عليه ولا جوارينه وقالوا له كرهم لهم بلا شك. صافي ما داوهاش كافيه، ما جبر باش يقبضهم. واه ولوطو خونوها له، وبقات البنكه متابعته. واه والبنكه في الشيكان، والبنكه ماشي نقول ها الشيكان يدخلوا، مازال البنكه تابعته. واه مازال البنكه تابعته. ابن هذا الكروسه راه شافني ولدي نمرد بها، ابن هذا الكروسه نمشي ونجيب بها ونحط عاوتاني ونجيب بها ونحطها. واه راه لقاني، ها هو لقاني قدامه، راه باركين راهم يعرفوني صحابه وكلشي. ولدي راه دخل هذه 5 شهور، هذه 5 شهور من اللي دخل. واه والله وعيات لي في التليفون، قال لك امي راه خصي الكسوه، راه جاتي اختي الصباح بقات تبكي لي وعيطت لنا. قال لك قالها لبه وقالها لاختي، قال لك خصي راني برد الحال، خصي الكسوه، خصك ما تدبري عليا باش تخلصي عليا. انا ما كنتش الحبس، راه طلع لي لاطاسيون وطلع لي السكر، وما كنتش هما الحبس، خصك تدبري عليا ما نخرج وكل شيء. وانا نقول لها ولدي باش ندبر عليك، انا ما عنديش، واش عندنا شي بلاد نبيعوها، عندنا شي حوانيت، عندنا شي دار، عندنا واش ولدي كيفاش؟ قلت له انا ما عنديش، غادي لا نهرب للجمعيه، الا جبرت شي جمعيه وهربت لها وراوني الناس، راني غادي نهرب لها ونشوف على الله. هذا ما كان، نشوف لباك ونشوف لينا يعاونونا لباك، ولا جاب الله يعاونك حتى نتايا، حتى انت غادي نديرك معاه. هذا اللي ماشي قلته، ماشي شي ولد اللي مفلس نسمح فيه. الولد اللي باش قال لك اما نخدم عليك انت وبا ونريحكم، صافي انتوما كبرتوا وكل شيء، راني غادي ندير هذا المشروع نخدم عليكم. ماشي دارها باش يضحك على يلعب فيها ولا. واه